تحية عالية لكل الصامدين والصامدات في هذه المعركة النضالية، معركة الكرامة والوضوح. تحية لإخوانكم الصامدين في فرع الناظور الذين في نفس الوقت يخوضون وقفة احتجاجية ضدا على احتلالات التسيير الإداري والمالي بالمركز بكل فروعه الثلاث. نعلن بدء هذه الوقفة الاحتجاجية بترديد بعض الشعارات. شرف كبير أن أتواجد معكم في هذه المحطة النضالية واللي هي وقفة احتجاجية في مكان الحكم. المراد لها الوقفة أن تكون وقفة احتجاجية وإنذارية. خاصنا نفهموا بعض الأمور باش نبقاو يعني كأساتذة في إطار ديالنا اللي هو النقابة الوطنية للتعليم العالي. الإطار الشرعي اللي كيجمعنا كاملين نلقاو على درب النظام وعلى نفس الخطى والنهج اللي كنشوفوه وكيشوفوه الإخوان ديالكم على المستوى الوطني. هذا المركز هذا فيه ثلاثة ديال المكونات هي اللي جعلة وهي اللي عطياتو يعني الوجود ديالو كيستمد من الإخوان الأساتذة من الإدارة ومن الطلبة. من المفروض ان يكون الجو العام حتى يؤدي هذا المركز المهمه والوظيفه ديالو، من المفروض ان يكون هذه المكونات الثلاثه في تناغم او على الاقل في تفاهم. واذا استعطى الامر لان المساله لا تعود الى امور مزاجيه بل هناك قانون يوضح هذه العلاقه. الاخوان ديال النقابه الوطنيه التعليم العالي كما كيقولوا المصريين ما غاويينش الشارع، حنا ما عندناش في الدم هذا الشيء ديال الوقفات الاحتجاجيه والاضرابات، بل حنا عندنا اسلوب الحوار ولا يحز في النفس ان اجيب اساتذه تبارك الله بهذا الشكل هذا مع واحد الاداره اللي قبل ما يكونوا مالها اداريين كانوا في سكرتيريين وراكموا من تجربه ما راكموا. كنشوف على ان هذا الخيط خيط الود والتحاور بيناتهم ما كاينش. اذا انا كمسؤول وطني اتمنى باش تكون هذه الوقفه الاحتجاجيه هي وقفه لتصويب المسار، وان يجلس الجميع على الطاوله وفي اطار الحوار الهادئ الصريح باش يحلوا هذا الخلاف اللي راه بيناتهم. انا كنقابي لا يمكنني ان انضم الى الاخوان ديالي الاساتذه المنخرطين في النقابه، ولكن كما قلت النقابة الوطنية عندها استراتيجية واضحة تعتمد على العقل وتعتمد على مفهوم التشاركية ما بين النقابة والإدارة، وبالتالي احنا لا ننظر للإدارة على أنها واحد الخصم واحد العدو اللي خصنا نواجهوه. وبالتالي أتمنى من الإدارة باش تحل البور ديالها وباش تحاور هاد الأساتذة وباش يحطوا في الطاولة ديالهم واحد الحوار صريح كاع المشاكل اللي عندهم باش يمكن هذه المؤسسه تزيد قدام. لهذا هذه المؤسسه ما ديال الاداره ما ديال الاساتذه، هذه المؤسسه راه ديال الوطن ديال الشعب المغربي فيه ولادو كيتكونوا هنا. خاص التكوين يكون ذا كما كنقولوا حنا جوده عاليه، وعلى الاقل يجب ان يمر في ظروف حسنه. يعني النقابه ما راهاش هنا باش دير اللي بغات، والاداره ما راهاش هنا باش دير اللي بغات. واللي ما بغاش يفهم مضامين الدستور الجديد غادي يتحمل مسؤوليته. انا لست بحاجه لكي اذكر لا الاداره ولا غير الاداره باللي الدستور راه مواطن عادي يمكن له يطالب بافتحاص مالي ديال اي اداره عموميه. مواطن عادي ماشي استاذ ماشي نقابه. وبالتالي انا اناشد جميع يعني مناشده محبه استاذ لي ركما واحد التجربه متواضعه. إن كان عارف باللي هاد المراكز عاد كتكون راكو جمعتو واحد العدد، وبالتالي هناك مشاكل ما يعني مازال مسائل ما تدور من واحد السلاسه. النصوص القانونيه مازال ما نزلت، وبالتالي يجب الجميع باش تكونوا في واحد الاطار توافقي واحد الاطار ديال الشفافيه واحد الاطار ديال الحوار وديال الاخر. ماشي كل واحد شي كيقول البيرو راه كيقول لك انا مسد بيرو وباقي الاساتذه في حيس بيس والمركز هنا، يعني
وبالتالي أتمنى أن لا أرى وقفة هذا الشيء، وبالتالي ما باغيش نوقف عند هذه المسألة باش نقول هذه وقفة البداية ديال واحد المسلسل، أتمنى أن تكون النهاية. وأتمنى باش يسمعني اللي عنده الودنين كنسمعوا بهم، أتمنى باش هاد الحوايج تهم مزيان وفي إطار المسؤولية نعملوا على حل هاد المشاكل هذا، وما نخليوش الأمور تستحل. يا راه ماشي في مصلحة المركز نجحوا التجربة، ما غاديش نبديو من طرف لآخر. شكرا والسلام عليكم. العام الاستثنائي بتاريخ 27 مارس 2013 وأعقبه بعد ذلك بتوضيحات لمساري ملفنا المطلبي والتحركات التي قام بها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية التقويم بالجهة الشرقية. بيان بدعوة من منخرط النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية، انعقد جمع عام استثنائي على مرحلتين بالفرع الإقليمي بالناظور يوم 26/3/2013 وبالفرع الإقليمي بوجدة يوم 27/3/2013 من أجل تدارس خلاصات المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد أيام 15/16/17 مارس 2013 ومناقشة مآلات الملف المطلبي والوقوف على المستجدات الطارئة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول استحضر خلاله السادة الأساتذة دور العمل النقابي الجاد في إصلاح أوضاع المركز والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، فإن الجمع العام يسجل ارتياحه لنتائج المؤتمر الوطني العاشر من حيث المشاركة النوعية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في أشغال المؤتمر المذكور، يبدي قلقه من تأخر الوزارة الوصية في استكمال إرساء المراكز الجهوية من الناحيتين القانونية والبداغوجية. يستنكر الاختلالات الواضحة في التسيير الإداري والمالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية المتمثلة أساسا في رفض السيد المدير المكلف بتسيير المركز تعليق لائحة الموظفين بالمركز وبيان مهامهم، الانفراد باتخاذ القرارات وعدم إشراك الأطر العاملة بالمؤسسة، التكتم المريب على ميزانية المركز وبنودها، التدبير غير القانوني لمختلف التعويضات، عرقلة الأنشطة الثقافية والإشعاعية بالمركز، فرض الإدارة لسلم إداري غير قانوني يعرقل حصول الأساتذة على مختلف الرخص والوثائق الإدارية، يشجب بقوة التعامل المهين والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة من قبل الإدارة. من أمثلة ذلك الاقتطاع غير المشروع من الأجرة، الاستفسارات، التدخل الفج في الأداء التربوي للأساتذة، التهديد بالمجلس التأديبي. وإزاء هذه الوضعية المتردية، فإن الجمع العام يحمل الإدارة المكلفة بتسيير المركز مسؤولية كافة الاختلالات المذكورة، حيث لم تتم الاستجابة للملف المطلبي المحلي المطروح على السيد المدير خلال الحوار المنعقد بتاريخ 22 يناير 2013، فيما ظلت الإدارة تمارس سياسة التماطل والتملص من المسؤولية، ويقرر تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام إدارة المركز يوم الأربعاء 3 أبريل 2013 من الساعة 10 إلى 11 صباحا، ويدعو الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح الاختلالات وتفادي الانعكاسات السلبية التي تعوق السير العادي للتكوين بالمركز وتحد من أدائه المهني والتربوي والإشعاعي. كما يهيب الجمع العام بكافة العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية مزيدا من التعبئة واليقظة والوحدة لإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن مصالح المركز وكرامة العاملين به. عن المكتب المحلي. أخواني الإخوان، ربما معنا بعض السادة الأساتذة اللي ما يكونوش متبعين هذا المسار، وبالنسبة لهم هذه الوقفة الاحتجاجية قد تكون استثناء أو قد تكون بالنسبة لهم أمرا طارئا ولم يكن مبررا، فأنا أسرد عليكم.